الترجي يلزم يستثمر هذه السيطرة، فما شانس فما إمكانية، ترجع الكرة للفريق الكنغولي في الدفاع، كرة طويلة، ترجع حذاري من المساحات، حذاري من المساحات، ترجع الكرة، 9 دقائق ريتم عالي، مباراة حلوة، شامبيونز ليغ قوية برشا، صليح حذاري خطيرة جدا مش معقد، والهدف الأول لفريق كينشاسا، أطلق حذاري من المرتدات، حذاري من ترك المساحات، فيتا كلوب يفتح باب التسجيل عن طريق الكاميروني يزيد توبا، 9 دقائق سيناريو مباراة حرية كوناكري يتكرر وسط فرحة جالية الكونغو الديمقراطية، 1-0 في الدفاع، هشاشة وانطلاق، شوف المرتدة بكرة طويلة، ضربة راس ما ياخذهاش مدافع الترجي، كرة ضاعت على المباركي، العودة كانت بطيئة جدا، شوف المرتدة فماش تغطية، جمو ما يضغطش، منتصر الطالبي يتعثر ويتيح، والهدف الأول عن طريق توبا في مرمى الحارس بن شريفية. الهدف الأول لفريق فيتا كلوب، هنا داخلة في اللعبة منتصر الطالبي، في أول مبارياته في الشامبيونز ليج، يتيح يتعثر والنتيجة 1-0، شوف المهارة نتاع توبا والسرعة، وتوبا مهارة كبيرة في هذا المكان ما يرحمش، فارق العشر دقائق، فريق جاته فرصة حتى في الجول والشبكة، فريق عمل 4 كرات وتصديات لنيلسون لوكونغ، ماتش صعيب من البداية، ماتش يزداد صعوبة مع القادم، تيراس مرهونة في هدف، مرهونة في هدف، صراع مع رقم 5 اللاعب فرانشيسكو اوندو، ترجع الكرة للترجي الرياضي، فما كرة من الخليسي يلعب بكير، بكير تمشي كرة ملعوبة خطيرة مش ممكن، جول التعادل، التعادل ليه؟ هدف التعادل للترجي الرياضي التونسي، جاية جاية داخلة داخلة بالقوة بالسياسة داخلة داخلة يا لوكونغ، التعادل للترجي الرياضي التونسي بالقوة داخلة، بالقوة بعد أن تمنعت لحظات ودقائق وكرات وعريضات وتصديات ودفاعات بالحديد والنار، يروضها الترجي التونسي، واول هدف هذا الموسم في ابطال افريقيا لطه ياسين، فرجاني الترجي يعمل في 20 دقيقه من اعلى تراس، كوره حلوه برشا، حارس قال لا، شامو كوره على العارضه قالت له لا، كوليبالي حتى كوليبالي وليس طه ياسين، ليس طه ياسين، غاب ياسين في هذا المكان، تواجد القادم من الخلف، كوليبالي احسن لاعب في الترجي على مسؤوليتي من شهر مارس وبدايته، كوليبالي بالراس حتى وجابها، 1-1 في اعلى المرمى في سقف الشبكه، اتصغرت تغني، العاصمه رجعت باولادها عن طريق للسايور، ومازال في الكورس من اجل التيتر، ترجع كرة وسط الميدان، ترجع براس، شامو حط الكرة للقائد، يمشي القائد اللي رجع، رجع في اخر شهرين بعد فيفري رجع بقوة الشمام خليل، والكرة تمشي لبقير، يمشي سعد بقير، سعد بقير، شنو الكرة هذه يا سعد؟ يضغط الخليسي، الخليسي يجتهد طه ياسين، الخليسي فك كرة من سقيك، فكها، فكها طه، فكها طه، ضرب جزاء للترجي الرياضي، الحكم يقول بينالتي، بينالتي يا بينالتي، الخليسي لعبها للاعب الكونغولي طه ياسين، القناص الثابت، روح الاصرار، الجرينتوز طه ياسين الخليسي، فماش كلام، بينالتي للترجي الرياضي، والترجي عنده شانس التقدم، اوب عملوا البا، ضرب جزاء فيهاش كلام، اش تستنى يا علي؟ ما تستناش المساعد يا علي، زفر يا علي، زفر يا علي، كرة الثاني للترجي الرياضي، 16 دقيقة لعب الشوط الأول. هنا الكرة الأخيرة. كونتاكت صار على الساق الثانية بتاع طه ياسين الخليسي. وكرة من ياسين. كرة من طه. فرصة الهدف الثاني للترجي الرياضي. إن شاء الله 26 دقيقة لعب في الشوط الأول. نيلسون لوكونغ. طه ياسين الخليسي. يمشي طه حطاله. حتى له طه ياسين جول، الهدف الثاني للترجي الرياضي، 26 دقيقة من نار في بداية مشوار أبطال أفريقيا، الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي، الله على أصفر يصبغ، الله على أحمر يطبع، الله يا الترجي لما اسمك يكتب، 2-1 للترجي الرياضي التونسي، حتى الجول يتفرج، جيبها يا نيلسون لوكونغ والهدف الثاني. معين الشعباني في ستاف مع فوز بن زرتي، وفرصة لتعازينا لثالث ستاف الفني للترجي مجدي التراوي في وفاة والده، إن لله وإنا إليه راجعون.
توبا في العشرة، كوليبالي في العشرين، الخنيسي في السبعة وعشرين. كرة يلعب مع الخنيسي والخنيسي يتصرف، هذه كرة الخنيسي ضاها ياسين الخنيسي، فأيضا خبث مهاجم حتى له على يساره، الحارس بقى واقف. هذا فخر الدين بن يوسف كانت عنده أقل شيء أربع خمسة مرات منفرد بالمرمى، وكان ممكن يسجل فخر الدين بن يوسف أكثر من هدفين في مباراة اليوم. هذه صور مباشرة صح؟ فنعود إلى عصام شوالي صح؟ طيب أوكي، فأنت جاهز عصام؟ أوكي طيب، شكرا طارق، شكرا حسام. عودة مرة أخرى إلى رادس، وطبعا العودة إلى الزميل عصام الشوالي. الصخرين ما زالوا الترجي للمباراة. هذه صورة الهدف الثالث، هذا هو المباركي، المباركي في ظروف الريبلاي كأنه في المباشر، وبقير أو البدري، أنا شفتها البدري الحقيقة، أنيس البدري ليس بقير، ليس سعد بقير.